رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز كان قد عقد مساء أمس بمباني الولاية في تشيكجا اجتماعا مع الأطر والمنتخبين وممثلي الروابط والفاعلين الجمعويين بولاية تقانت، حيث استمع السيد الرئيس إلى ملاحظات أطر الولاية وتقييمهم للمشروع التنموي الذي نفذته السلطات العمومية خلال العشرية الأخيرة لصالح السكان. عقد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز بمباني ولاية تقانت اجتماعا ضم أطر الولاية ومنتخبها وممثلي الروابط والفاعلين الجمعويين بولاية تقانت. وقد خصص الاجتماع للاستماع إلى آراء وملاحظات القوى الفاعلة في الولاية وتقييمها لمسيرة التنمية التي تنفذها السلطات العمومية في البلاد لصالح السكان عموما وسكان تقانت على وجه التحديد. قد أفسح رئيس الجمهورية بداية المجال أمام مداخلات الأطر التي تناولت من بين أمور أخرى مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الولاية، مشيدين بالإنجازات العملاقة التي شهدتها الولاية فيما يخص المنشآت والبنى التحتية. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، ثمن المتدخلون جو الحريات الفردية والجماعية السائد في البلاد وتكريس التنافس الإيجابي والخروج من التبعية وتعزيز المكاسب. كما استعرض المتدخلون باسم السكان في هذا الإطار ما تحقق داخل الوطن في مجال تعزيز الديمقراطية وتوزيع فرص التنمية بعدالة في جميع أنحاء الوطن وفتح المجال واسعا أمام الشباب للمساهمة بفعالية في عملية التنمية الشاملة. كما دعا بعض المتدخلين إلى صيانة المكاسب والعض عليها بالنواجذ. وفي رده على المتدخلين في اجتماع الأطر بتشيكجا، شكر رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز سكان تشيكجا على الاستقبال العفوي الذي خصصوه له، ثم تحدث عن السياسة التي انتهجتها الحكومة في مجال الرفع من شأن المواطن وتقريب الخدمات منه وتحسين نفاذه إلى هذه الخدمات. كما نوه رئيس الجمهورية بالمقاربة الأمنية التي اعتمدتها البلاد وأصبحت نموذجا ومحل إشادة ومثالا يحتذى في شبه المنطقة. وذكر فخامة الرئيس بالمعاناة الطويلة لمدينة تشيكجا مع العطش، منوها إلى أن الدولة عاكفة منذ بعض الوقت على دراسة أفضل وأقرب السبل للتغلب على هذا المشكل. وكشف النقاب عن أن الجهات المختصة قررت بناء جامعة جديدة بتخصصات تقنية، وأعلن أن الترتيبات جارية لفتح هذه الجامعة في أقرب الآجال.